Any little detail, any little mistake counts. It's becoming difficult for the judges, to be honest, you know, to make decisions. أنت أول لاعب بداية الخطر. أول مرة في دار الخطر بالنسبة لي. الأسبوع هذا في الماتش والبرايم ما كنت راضي عن نفسي. منافسة تزيد، لجنة التحكيم تبدأ يصعب عليها القرار. زعلان أكيد إني في دار الخطر، لكن إن شاء الله ترجعني أقوى بإذن الله. أول مرة وآخر مرة كان من أسوأ الأسابيع لي في ذا فيكتوريس. لازم تحارب من أجل استمرارك بالأكاديمية. هذه ثالث مرة أخش فيها المونديال، وهذه أصعب واحدة أحس فيها، لأن خلاص باقي خطوة إني أخش في النهايات. ما أخذوا إلا أهلي إن شاء الله ولا الناس اللي صوتت لي، بس هذا الشيء ما راح يحطمني، بالعكس حيديني دافع أقوى وحماس. هو مشوار طويل في الفيكتوريوس، حرام أخرج الحين، لأنه المشوار ذا اللي تعبته كله شهرين يروح في يوم. من الواضح إنه في إصرار على هاللاعب. عايز اقول لهم ان كرة القدم عموما يعني منافسة شريفة، لكن اللي هو بيحصل ده اكيد ظلم. انا كنت طلعت من فريق الاصعب رحت لفريق الاسهل، تفزعت يوم قال لي كذا، يوم قال عن الازرق كذا. دي المرة الثالثة ليا في دائرة الخطر، اكيد احساس وحش ان انت تكون في دائرة الخطر، وكمان يعني من قبل صحابك مش من لجنة التحكيم. لا ما بستحقش خالص ان انا اكون في دائرة الخطر الاسبوع ده. لأنه التعادل مرة جديدة كان سيد الموقف بين لاعبين. هم متفقين مع بعض ضدي. ورياض أنت ثالث لاعب بداية خطر بالفريق الأصفر. عشان ظلمت. أنا ما بتكلمش أصلاً مع الفريق الأصفر كله. عشان كده صوتت ضدي. حاسس انها عصابه مش فريق كوره، يعني الفريق الاصفر عصابه كله بيتفق على بعضه. مش عارف والله، يعني حاسس نفسي عايش هنا في حرب. بالنسبه لي اصلا البرنامج كله دايره خطر، كله هيمر بالموقف ده، بس الشاطر اللي يطلع من دايره الخطر. انت تاني لاعب بدايه خطر. لا تصدق ما بستحق اكون نومينيه، لاني كنت افضل من ناس كثير في الملعب. المركز اللي حطني فيه في القادر ما بتطور فيه لانه مو مركزي. الحمد لله في البرايم كان يعني افضل برايم لي من حد ما جيت. راح اشتغل على حالي وراح اثبت الجمعه هاي للحكم اني بستاهل اكون في ذا فيكتوريوس. انا واسلام انظلمنا 100%، انظلمنا. ان انا ابقى في دايره الخطر ده شيء غريب يعني. The way that Islam number 77 defended, he did it really well. I mean, I was really impressed of Islam. أعطانا طبع ممتاز. بيعرف يستخلص الكرة. أنا استغربت في البرايم طاروني لجنة التحكيم من تي 4-0. تاني يوم حطوني في دائرة الخطر. مش عارف إيه السبب. لكن لجنة التحكيم بتبقى صعبة. لأن لجنة التحكيم مش مقدرة تعبها. غيرك عم بيكون شوي أفضل.